في التشغيل؟ أين حقي في التشغيل؟ أين حقي في التوظيف؟ أين حقي في التشغيل؟ أين حقي في التوظيف؟ أين حقي في التوظيف؟ أين حقي في التعليم؟ أين حقي في التعليم؟ وزارة بلا قرار. يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار. أين حقي في التوظيف؟ أين حقي شمسية؟ يا وزير اسمع لي. يا وزير اسمع لي. هذا حقي ما شمسية. طلبت الاتصالات السلكية ولا سلكية في جميع ولايات الوطن اليوم نظموا وقفة احتجاجية من أجل المطالبة برد الاعتبار لهذا التخصص وإدراجه في الوظيف العمومي وتوفير مناصب شغل للخريجين الذين يعانون من التهميش في جميع القطاعات خاصة الوظيف العمومي والتخصص اتصالات سلكية ولا سلكية. نطالب بتوفير مناصب شغل وإعادة إدراج هذا التخصص ضمن التخصصات المسموح بها في الوظيف العمومي من أجل توفير مناصب شغل لجميع الطلبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن طلبة وخريجو كلية العلوم التكنولوجيا فرع الاتصالات السلكية ولا سلكية. نحن نطالب بإعادة النظر في الرتب المسموحة لخريجي هذا التخصص، إعادة اعتبار وتثمين لهذه الشعبة مثل ما كانت عليها سابقا، وعلى سبيل المثال السماح بالمشاركة في المسابقات التوظيفية في الشركات الوطنية الكبرى للكهرباء والغاز مثل ما كانت عليه سابقا في عام 2016 قبل 2016 16، إذ أنه نملك نفس مؤهلات وكفاءات دفعات سابقة. إعادة النظر في مكافآتكم الإلكترونية إلكترونيك بالاتصالات في حين أن العكس غير صحيح. إعادة إدراج هذه الشعبة في التعليم لأننا نملك نفس الكفاءات ودرسنا نفس منهاج دفعات سابقة قبل 2016. أرى أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد بخست هذا التخصص حقه ولم توفيه ما يستحق من في, في, في سوق شغل، حيث أنها قامت بإقصائه في العديد من الوظائف. مثال على ذلك التعليم ومسابقات توظيف لدى الشرطة والمؤسسات الاقتصادية الكبرى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تمت معادلة هذا التخصص بتخصص شهادة الإلكترونيك. يمكن لحامل شهادة الإلكترونيك التقدم لوظائف. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم قناة الخبر، شرفتنا بالزيارة تاعكم هذه في أيام مباركة. أول نقطة نبداو بها بعد الزيارة تاعكم هذه تشوفوا المشاريع الجبارة تاعنا والإنجازات تاع المسؤولين عندنا احنا وتاع رجال الأعمال والمقاولين والناس اللي راها متساهلة مع المقاولين، مع العلم أنه برنامج رئيس الجمهورية قال مناطق الظل اللي هي جاية في مناطق نائية، احنا رانا أكثر من مناطق الظل هنا في مناطقنا في بلديتنا الطيبة هذه دائرة حد سحاري. أقدم بلدية في ولاية الجلفة، احنا رانا مش مناطق الظل، احنا رانا تحت الظل وتحت الذل. أي احنا نحن سكان، أنا يعني نهضر باسم سكان وشباب حد حي عقبة بن نافع، هذه المنطقة راها نقطة وصل بين أحمد زابانة وهواري بومدين وحي عقبة بن نافع. هذه نقطة مهمشة لدرجة ما تقدرش تستوعبها العقل. شوف الإنجازات الجبارة، التروطوار هاو قلعوا، هذا المشروع تاع طابي، هذا المشروع عدوا عام وثلاث شهور، مشروع راه رايح يدخل في مشروع القرن. تتخيل 15 شهر داروا لنا الاخر، بداوا يهيئوا فيه، معناتها طابي ما يلحقناش احنا حتى للجيل السادس تاع العولمه اللي راهم يدروا عليه. الناس راه في التكنولوجيا متطوره ومتطوره في امور واحده اخرى، احنا رانا نحوسوا على طابي برك. حوسوا على امور بسيطه معناتها في المتناول، احنا ما طلبنا المقاول بدا ومن بعد حبس المشروع. بوزا الاخرى تاعو بدا المشروع تاعو صلاح وريقل كلش ومن بعد الطريق، ما شفنا لا المقاول ما شفنا لا اطار ولا مسؤول من المسؤولين اللي كيما نقولوا في الاخرى جا هضر على المشروع هذا ولا هضر على الشارع. نطالبوا بالمقاول والمسؤولين يجونا يشوفونا، احنا راه عندنا تفر مزال في الكوما ضربتوا عقرب من هذه الاوساخ اللي قال عندنا تروطوار قال عندنا راه مهمشونا دروك فهمونا. هذا رئيس الدائره من اللي جاء شفناهش والله مش والله مش انا مش رئيس دائره والله ما نعرف مزيان ما عرفناش رئيس دائره.
هذا رئيس دائرة قاعد في البيرو تاعو وتاع راني استقبلتك تسمني فات ما نزيدش نستقبلك خلاص راني شفيت عليه. اروح شوف لي بعينك هنا اروح عيش الواقع اروح عيش معايا المره هنا اروح عيش معايا في الشوارع انت ما نجيكش كاع. شوف المقاول اللي كنا نهضروا عليه شوف واش راه خلاو راه مقاول تاع طريق الاحياء هذه كنا نهضروا شوف واش راه خلاو خلاو وسخ جينا لقينا الوسخ زاد خلينا وسخ وراه. مرحبا بالضيوف تاعي ولاد الدار عم يرحبوا بكم سواء مؤسسة الشباب لوديج مديرية الشباب رابطة الشباب رحبوا بكم بزاف. تمام تم شوية بالتوابع شوية هذه ما تم بالنقود ورقية نقود بدلية بالطاقة البريدية يعني ثقافة تبع عبد الغني هاوي الجمع من ولاية تبرت جمع النقود القديمة وكل من يعني المادي ولا مادي. بالنسبة للصالون الوطني الأول للجمع بولاية ميناء ومشاركتي في هذا الصالون هو الموضوع البطاقات البريدية في مدة استعمار الاستعمار تقسيم الإداري لإبان الاحتلال الفرنسي من كل ولاية قداش يعني عندها مثلا قداش عندها يعني كل كولونيل باش يحكم. هذا الموضوع يشمل بطاقات بريدية كشاهدة على الاستعمار الفرنسي وما جرى في هذا في الجزائر. الأستاذة فريدة يزقر أستاذ التاريخ بالتعليم الثانوي ولاية باتنا تلقيت دعوة للمشاركة في الصالون فلبيت الدعوة وصالون يشمل أكثر من 22 ولاية معناه صالون وطني وشاركنا بعدة مواضيع. هناك من شارك بالبطاقات البريدية هناك من شارك ببطاقات المياه والعملات المعدنية وهناك من شارك بمواضيع مختلفة. هناك أنا شاركت بموضوعين الموضوع الأول هو القضية الفلسطينية اللي هي قضية الساعة والموضوع الثاني هو التراث في بمختلف أنواعه المادي ولا المصنف وغير المصنف عالميا والمتمثل أكيد في الألبسة والتقليدية والفخاريات وغيرها وآخر حاجة هو طبق الكسكسي اللي أصبح طبق عالمي. قلت لك بما أنه شهر التراث والموضوع اللي خلاني فعلا أثر فيا هو الموضوع تاع القضية الفلسطينية واللي راهم يحييو فينا يقول لك من غزة الجريحة من غزة اللي هي تحت القصف نحيي صالون توابع البريدية الجزائري. كبار الهواس يجمع الطوابع على مستوى ولاية ميناء. وليدة شدة ولاية طوبان فيصل تمسان ولاية تمسان مشكورة بزاف لجنة من أقصى الجنوب من أقصى الجنوب. طيب هذه هذا واحد عندي طايره نبات هذا ما شفتوش صح قمه مليح استقمه مليح باش نغلق لك صحيح حط صحيح بطل من خلالها ان شاء الله سوف نقف على بعض النماذج ان شاء الله تكون في الواقع امامنا. صح مؤسسة
صناعة مانع سداد البالوعات. الفكرة هذه وش تضمن؟ تضمن أنه في الحالات العادية تكون لافاروال حاجة عادية، معناها كما نقولوا الغطاء ولا كيطيح الأمطار تجرب معها الأتربة، تجرب معها الإشيس كما نقولوا يكونوا في الطريق سواء هذا يؤدي إلى انسداد البالوعة والقنوات بصفة خاصة، مش من القنوات هذه. أنا صعيبة تعاود ديبوشي القنوات كما نقولوا. لهذا توصلنا للفكره هذه، هذا الاداء ما يدفع. ومن بعد يجي خدام دوما تاع النظافه هذا ينظفها، فكره بسيطه تقريبا. بعد المقترح هذا اولا وكل التوصيات تاع الحكومه تاعنا والسيد الوالي اللي راهي يحثنا لمرافقه المقترعين والمبتكرين خاصه من الشباب، دونك على مستوى البلديه تاعنا قررنا باش نقتريو عليه بعض هذه النسبات ونديروا اول تجربه اليوم. وراه جاي فصل الخريف وين يكونوا لي زوراج كثره، راح تزيد تبان على الحقيقه تاعو هذا الفكره ومدى جدواه، وان شاء الله يكون منفعه لينا ومشاعر منفعه للوطن جميعا ومنفعه للمبتكر. ان شاء الله ثاني المبتكر هذا يكون يقتدى به يعني ناس اخرين ان شاء الله.